لغز أبو حسن سلامة، لغز لأنه he's the wild card، هو الكارد اللي عندك قصة وبتلعب هيدا الكارد وبتتغير كل القصة. ولأنه هو أبو حسن كان اعتبر أنه نحن ما عنا أخصام كفلسطيني بلبنان، ونحن أكيد خصمنا منه المسيحي، ونحن ما بدنا نخوض حرب مع المسيحي. فهو كان أصحابه داني شمعون، لا صاحبه الأساسي كريم بقردوني، من بعد كريم داني شمعون، من بعد داني شمعون بشير جميل، أصحابه. كيف أصحابه؟ أصحابه أصحابه بيسهروا سوا، بيتسلوا سوا، بيحكوا سوا، بيكون في قصف، بس في عالم بيكون حلصة. في قصف بيقول له أبو حسن، بيقول له يا بشير يا بشير خلص وقف، بيوقف القصف. بس العام اللي هلأ حتسمع ما حتصدق أنه هول كانوا أصحاب. يا يا مش بس أصحاب، أصحاب وبفترات القتال الحاد عم بحكيك، بفترات مثلا بفترة حرب الفنادق اللي فايتين بعض وما حيدول الشباب عم يسهروا مع بعض. كيف عندك كل هالمعلومات؟ لك شو لا ريلي لأنه شو اللي خليك تفكر ما أنه بالمجلات فيه؟ كيف عندك، كيف جبت كل هالمعلومات؟ يعني أولا أبو حسن ما كنت بعرف عن هيدا الشيء، بس طلع أنه محبوب في عالم حبوه من الميلة تانية، من اللي منا ميلة تانية، لأنه أنت ما في شيء اسمه ميلة تانية، في شيء هيك بالإطار يعني. لأنه في عالم إذا مثلا اللي عم تسمع عم تحضر يعني راح تنصدم، لأنه في عالم ماتت، تخيل أنه أنت كان عندك جيشين عم بيقتلوا بعض، وبذات الوقت هيدي القيادة كانت مش بس متواطئة مع بعض، بس كانوا رفقة مع بعض، كانوا عم بيسهروا سوا، كانوا يعني صار في خبز وملح بيناتهم. صح. Which is crazy. ما يعني بتذكرك شيء؟ شو عم بيصير اليوم؟ اي بس هيدي كمان this is يعني هيدي بفترة حرب كمان، انه في عالم ماتت. It makes you think انه هل العالم اللي ماتت ماتت على كذبة؟ اكيد ما في شك، ما في شك، ما في شك. يعني واحد يعتبر انه بال 75 هو هن الكتائب هن عم بيحاربوا لانه الفلسطيني رح ياخذ لبنان، هيدي اكيد كذبة. هيدي اكيد كذبة. يعني هن حاربوا، حاربوا اذا شو حاربوا؟ حاربوا لأنه كان في لابد من تغيير، وبها التغيير لابد أنه كانوا الموارنة رح يخسروا the upper hand باللعبة السياسية. لهيدا الشيء صار because it's unavoidable. It's unavoidable. يعني نحن بمعرض أمم منفرجي مثلا أرتيك لبيير جميل، اللي أنا بيصدمني أرتيك لبيير جميل بـ 73 بـ La Revue du Liban، عاملين military parade، military parade يعني ماشيين بالشوارع حاملين سلاح وكله مبدل وما بعرف شو هيدا يعني قبل الحرب. قبل الحرب وبيير جميل بيقول، رح أقوله بالفرنساوي هلا وبرجع بترجم لأنه كان بدي أغربي ليبان. Nous transformerons le Liban en terre brûlée plutôt que de le voir changer de visage, d'identité, vraiment de visage. OK? OK? يعني نحن بنحرقه للبنان وما بنشوفه يتغير. تتغير صورته. نحرقه. يعني منطبق سياسة الأرض المحروقة. طيب هيدا اللي عملوه. هيدا literally اللي عملوه. هيدا اللي عملوه. وأكيد بيير جميل قام بهذا الشيء، وبعدين كان عنده ابن اسمه بشير، وبشير شاب، وبشير كشاب ما بده يسمع هالكلمة، فما بده يكون كتائبة، بياخد شبابه بيأسس شيء اسمه القوات اللبنانية، اللي هي ثورة ضد الأب. ده أنا أفرض حالي. فأكيد بهيدي الثورة بشير فيه يكون صاحبي مع أبو حسن سلامة، بس حتى بيو حتى بيير جميل كان يحبه لأبو حسن، هيك ريت هيك سمعت هيك. سو العالم كده تموت على كذبة. أصلاً لبنان كله راكب على كذبة. مرحب، إذا حبيت هذا الكليب فيكن تعملوا لايك على الفيديو وتعملوا سبسكرايب على القناة تبعنا هون، وإذا بدكم تحضروا سرد بكاملة فيكن تحضروها هون.